السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من كورس الـ NDT Visual Test. في الفيديو السابق تعرفنا على أول نوعين من أنواع اللحام، وفي الفيديو ده إن شاء الله نتعرف على 3 أنواع البيع، ونبدأ بالباك ويلد. الباك ويلد هي عملية لحام بتتم على 3 خطوات. لو أنا قدامي قطعتين زي ما أنا شايف وعايز ألحمهم، بمشي في عملية اللحام ب3 خطوات. رقم واحد ان انا بعمل لحام امامي اللي بنسميه الكب، ببدا اخد الكارز وبعدين الفيلينج وبعدين اعمل الكب بتاعي، ده رقم واحد. رقم اتنين، اجي في ظهر الشغلانه واعمل حاجه اسمها جاوجينج. يعني ايه جاوجينج؟ يعني تنظيف عميق. التنظيف العميق ده بيكون ازاي؟ اني بجيب الصاروخ بتاعي وبنضف ظهر اللحام من اي شوايب، وممكن وانا بنظف اللحام بتاعي مثلا اشيل جزء من اللحام او اشيل جزء من الخامة. تالت حاجة اني اعمل باك ويلدنج. يبقى انا اول حاجة باخد القب بتاعي بروح الناحية التانية اعمل جوجنج، بعد كده اعمل ويلدنج في الظهر. لو لاحظت معايا هنا ان في الرسم الجزء اللي فوق ده، اللحام اللي فوق فيه هلالة كده، واللحام اللي تحت دايرة كاملة. طب الشطف ده جه منين؟ بسبب استعمال الصاروخ. ده كان دايرة كاملة، بس أنا لما دخلت فيه بالصاروخ أصبح فيه الهلالة اللي احنا شايفينها دي، أو الجزء اللي احنا شايفينه ده. طيب، يبقى النوع ده من اللحام بيتم على 3 خطوات: لحام أمامي القب، تنظيف خلفي الجوجينج باستخدام الصاروخ لإزالة الشوايب، وممكن نشيل معاها جزء من المعدن أو اللحام، لحام خلفي الباك ويلدينج. طيب، بستعمل الطريقة دي في إيه؟ بستعملها مع الستوريج تانكس، لان انا بتعرض لضغوط عاليه ويبقى عليها ستاتيك لود عالي، فانا لازم الحم من اليمتين علشان اتاكد ان اللحام بتاعي ممتاز وان الخامتين مع بعض منصهرين بالكامل. وممكن برضه استخدمه في عمليات الريبير. لو انا لحمت من قدام وشاكك ان الروت فيه مشكله، ممكن اروح من الناحيه التانية انضف بالصاروخ واعمل لحام خلفي. طيب، لما اجي الحم سهريك هلحمه ازاي؟ هقوم جايب ادي الشيت اللي فوق والشيت اللي تحت، ده الوقت كروس سيكشن اريا، او ما بنشوف كاننا بنشوف الاثنين من الجنب. والشيت بتاعي، يعني انا عندي شيت مربع بالشكل ده كده، مربع انا عندي شيت مربع بالشكل ده كده، وجيت من تحت شطفته وببص بقى من الناحية دي، ببص من الناحية دي، فانا عندي ادي الشيت الاولاني مشطوف والشيت التاني مشطوف، بخلي الكليرانس اللي ما بينهم زيرو، او الروت جاب سيرو اللي احنا بنسميه روت اوبننج. وبعد ما بخليه بسيرو بعمل لحام امامي وارجع من ورا، من هنا بقى اعمل جاوجينج، افتح بالصاروخ لحد ما اوصل للحام، وده بنسميه في السوق فتح على الابيض. طيب، بعد ما بفتح على الابيض ابدا اعمل باك ويلدنج. يبقى الاول انا بحط الاثنين على بعض مفيش بينهم خلوص، اعمل لحام امامي، ارجع اعمل جاوجينج من ورا وبفتح في الخامه نفسها، وارجع اعمل باك ويلدنج. تاني نوع من اللحام هو الباكينج ويلد، وهو مشابه تماما للنوع اللي فات. الفرق الوحيد ان انا ببدأ اللحام من ورا، يعني انا الاول باجي في ظهر اللحام بعمل باك ويلدنج، وبعد كده اجي من قدام اعمل جوجينج، وبعد كده اعمل الكاب. لو لاحظت هنا هتلاقي ان الهلالة المرة دي في الروت، الهلالة موجودة في اللحام الخلفي، في اللحام الخلفي، واللحام الأمامي هو اللي مكتمل. وهنا ما نقدرش نقول إن في رود، لأن أنا استعملت الصاروخ وشلت الرود. يبقى أنا ده برضو بستخدمه في بناء الستورج تانكس، وهو نوع مشابه للباك ويلدينج، بس أنا بختلف إن أنا الترتيب بتاعي بختلف، إن أنا ببدأ من جوه لبره، إنما في الباك ويلد ببدأ من بره لجوه. خامس نوع والأخير وهو السيرفسينج ويلد. السيرفسينج ويلد ده بنسميه لحام سطحي أو لحام تسويد. ممكن بعد فترة من استعمال المعدة التخانة بتاعتها تقل بسبب الكروشن والعوامل الجوية، فلو الجزء اللي فيه التخانة قلت ده مساحة صغيرة، يعني كام سنتي في كام سنتي، بنزود السطح ده باللحام على شكل شرايط باصص. ناخد شريط لحام
وتحت منه شريط وتحت منه شريط لحد ما نزود التخانة. لو في معظم اللوح لو الشيت كامل التخانة بتاعته قلت، نقوم نشيل الشيت ده كله ونركب شيت جديد. طيب لو في معظم الألواح بقى، لو في كل الألواح، ساعتها بنعمل حاجة اسمها تغيير معدلات، ري ريتنج. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو عندي تانج، التانج ده مثلا كنت بحط فيه 10 طن، لا انا هحط فيه مثلا 7 طن عشان اقلل الفورس على الشيت. لو انا عندي مثلا غلاية، الغلاية دي انا مشغلها عند 16 بار، فلما الدخانة بتاعتها قلت بقيت بشغلها عند 13 بار، وده اللي بنسميه تفتيش المراجل البخارية. اللي انا كل سنة لازم يجي لي تفتيش يقيس التخانة بتاعت الغلاية بتاعتي ويقول لي والله انت هتشغلها عند ضغط كذا عشان يديني تصريح بتشغيل الغلاية. وده لما يكون في حالة التزويت بنسميه سيرفيس بيلد اب. اما لو انا مثلا بستعمل سلكة ناشفة بنسميه هارد فيسنج. سلكة ناشفة دي مثلا لو انا بلحم قلم خراطة كده نكون